اهلا وسهلا بدكتور السعاده. اهلا وسهلا بيك دكتور وسهلا احمد، شرفتنا ونورتنا. الله يخليكي، تسلمي. وبدايه خلينا نوضح لكل مشاهدينا اللي عم بيحضرونا من وين حصلت على لقب دكتور السعاده. بص، هو دكتور السعاده ده بحكم الوظيفه بتاعتنا ان احنا لازم نرسم الابتسامه الجميله على وشوش المرضى بتوعنا. هم ما اسمهمش بقى مرضى، هم اسمهم اهل السعاده، فاحنا هم اللي اطلقوا الاسم ده علينا. ان هم طبعا لما بيجوا المركز عندنا طبعا بيكونوا سعيدين بالتعامل مع الدكتور، بيكونوا سعيدين بالنتيجه، فاكيد في سعاده مطلقه وبيعيشوا بسعاده بعد ما يطلعوا من المركز. طب دكتور، نحن اليوم عم نحكي عن موضوع مهم جدا وهو زراعه الاسنان، واللي هي فعلا قدرت تساعد كثير اشخاص بيعانوا من مشاكل باسنانهم وتعوض لهم هي المشاكل بطريقه طبيه وامنه وسليمه. خلينا نعرف المشاهدين بداية على زراعة الأسنان. تمام، موضوع زراعة الأسنان ده دلوقتي بقى طفرة كبيرة جدا وحاجة مهمة جدا لتعويض الأسنان المفقودة. تعويض الأسنان المفقودة ده أنا وصلت خلاص للنهاية بتاعتي، وإن أنا فقدت السن أو الدرس بتاعي، فأنا دلوقتي محتاج إن أنا أعوضه. طب هعوضه إزاي؟ كنا بالاول بنقول تركيبات، ونحتاج إن إحنا نبرد الأسنان بتاعتنا عشان نعوض الأسنان. الموضوع ده بيبقى سهل جدا، في خلال دقايق بنخش نعمله. كان زمان بيتعمل في خلال شهور وفي خلال سنين، لا، انت دلوقتي within minutes انت ممكن تخش تطلع زارع الضرس بتاعك. فهو ده فكرة زراعة الأسنان، ان احنا حلينا الطفرة دي. كمان بقى في عندنا حالات ناس كانت بتركب تركيبات كتيرة في بقها بسبب ان هي عايزة تعوض سنان او ضروس، فحلينا برضو الموضوع ده عن طريق زراعة الأسنان. رح نوضح للمشاهدين تفاصيل أكثر سؤال بعد سؤال، ونعطيهم الإجابات العلمية والطبية من حضرتك. ولكن دكتور، مثل ما كنت عم تحكي قبل، كانت العملية كتير صعبة وكانوا المرضى بخافوا منها وكانت نسب نجاحها كتير قليلة. هلأ بفضل تطور العلم صار الموضوع أسهل وأريح وأبسط. خبرنا شو هي الأشياء الحديثة اللي عم تستخدم بزراعة الأسنان. حلوة. إحنا زمان كان عندنا الموضوع دوت، كان السكسس ريت أو نسبة النجاح بتاعته كانت عالية، بس مش عالية بالنسب العالية اللي هي حاليا دلوقتي. كانت بتعدي 60 و70%، وكان فيها فيلير بيبقى نسبة كبيرة جدا. لا، احنا دلوقتي بفضل التكنولوجيا وبفضل الخامات دلوقتي الموضوع بقى افضل بكتير جدا من الاول. طب افضل بقى من ناحية ايه؟ انت دلوقتي حسن عندك موضوع التصنيع، موضوع التكنولوجي، موضوع التشخيص، موضوع الخامات او الماتيريال اللي انت بتستخدميها في التركيبات على الزراعة بقت افضل بكتير جدا. وكمان هنتكلم في الموضوع ده اكتر باستفاضه في حالات معينه هنتكلم فيها عن الماتيريال. ولكن القصه كلها دلوقتي الموضوع بقى اسهل، اقصر الوقت، رحله العلاج بقت على المريض بقت اسرع من زمان بكتير جدا. يعني مثلا معانا الحاله اللي قدامنا دي لو احنا بقى عايزين نتكلم عن الطفره الكبيره اللي حصلت، ده احنا بنقول، انا مسميه كده، اكبر مريض سنا دخل عندي المركز عمل حاجه اسمها هوليدي سمايل. اوكي، يعني ايه هوليدي سمايل بقى؟ ده اصلا ما عندوش سنه ولا ضرس، ده فاقد اسنان. لا، مو قصدي هيك، قصدي قد ايه عمره؟ قد ايه عمره؟ ده 73 سنه. ما شاء الله. بالظبط 73 سنه. حاله كتير صعبه. دخل عايز يعمل هوليدي سمايل عندك في المركز. ده مريض كان مركب طق بيتشال وبيتحط، طلته المتحركه اللي هي معروفه من زمان من اجداد. طيب المريض ده جه عندنا المركز بعد ما بيشوف الكلام اللي احنا بنتكلمه الجميل على الزراعه، جه قال لك انا عايز اعمل حاجه ثابته عشان احفادي بقوا بيخافوا مني جدا. أوكي. فده لايك ان انت هتعملي له هوليدي سمايل. ده بعد ما احنا حطينا له الزرعات، ده شكل الزرع في بق المريض. ما بيفضلش بيها كده، انت الاول بتحطي الجسم الاساسي نفسه بتاع الزراعه، وبعد كده بعد فتره 3 شهور او 4 شهور حسب كثافه العظم عندنا، نبتدي نركب الوحدات الايه الخارجيه دي. ده كده شكل الزراعه اللي هي الفيز 2 او المرحله الثانيه من بعد ما زرعنا. دي اللي احنا عملنا بيها بروفا. اوكي، دي كده احنا بنعمل للمريض قبل ما بنسلمه التركيبه، بنعمل حاجه اسمها تراي ان او بروفا، بنشوف شكل الضحكه بتاعته، شكل الشفاه مع الاسنان، ووضع الثبات التركيبه على الزرعات. وكمان احنا لسه هنتكلم عن نوع التركيبه دي، هو ده بقى الجديد. بالظبط زي ما هو معانا في الصوره ده، هنا حاجه اسمها كراونز زيركون على بيز او على القاعده بتاعته من حاجه اسمها فايبر جلاس بيك. أوكي. ايه الفايبر جلاس بيك؟ ايوه بالظبط، بدي اعرف واحده واحده. هي دي بقى احدث حاجه في الموضوع، لانه دكتور كثير العالم بتفرق يمكن الارقام عندها والاسعار عندها حسب نوع الماده، وكل ما نحن علينا الماده تبعنا وكل ما كانت هاي كواليتي قد ما زادت الاسعار. بالظبط، فخبرنا عن هي النقطه لحتى العالم تكون عارفانه لما هي بتدفع كثير عم تشتري حق ماده كثير مرتبه. بالظبط. احنا هنا برضو عايز اقول لك على حاجه، احنا بنعمل معادله صعبه. ان احنا برضو مش عايزين ندفع كثير وفي نفس الوقت ناخد كواليتي كويسه. زي ما انت شايفه الاسنان بتاعتنا دي كلها زيركون. أوكي. زيركون حاجه اسمها مالتي لاير، متعدده الطبقات، محطوطه على بيز اسمها فايبرز. أوكي. جلاس. فايبر جلاس دي بتبقى حاجه بتخلي طبقه الزيركون عندك تبقى خفيفه على اللسة. في نفس الوقت انت كانك عملتي بيز للسة، او كانك عملتك زراعه للسة، حاجه على العظم بتاعك.
وفي نفس الوقت تبقى خفيفه، وفي نفس الوقت بعرف ان انا احمل ال 14 سنه وضرس بتوع الفك. ما انت عندك 14 فوق و 14 تحت، يعني 28 سنه وضرس في الفك فوق وتحت، فاقدر ان انا احمل ال 28 سنه وضرس دولت على عدد زرعات قليل. ما انا هزرع مثلا لايك اربع زرعات في كل فك او ست زرعات، انا ست زرعات عايز اشيل عليهم 18 او 14 سنه وضرس، ال 14 سنه وضرس دولت هيقعدوا على ست زرعات، فعايزين حاجه تقلل الفرص وتقلل القوه اللي هتنزل على الزرعات، وهي دي من المواد الجديده اللي في عالم طب الاسنان. دكتور في مواد ثانيه كمان موجوده عم تستخدموها؟ في طبعا مواد جديده جدا برضو زي الاي ماكس بعد الزيركون، ولكن دي مهمه جدا، يعني مثلا ده بقى الحاله بعد ما خلصت. ده بقى الفاينل ريزلت بتاعتك لمريض عنده 73 سنه كان مركب طقم ودلوقتي هو قاعد باسنانه ثابته. دكتور قديش بتفرق حياته فعلا بالراحه يلي بيحس هو فيها المريض؟ ده يعني سعادته وهو بيبص على نفسه في المرايه، الراحه النفسيه اللي بتكون يعني عنده، ان هو هيدمع من كتر الفرحه دي في حد ذاتها، دي حاجه جميله جدا. حاجه جميله ان هو بعد ما بيمشي ويرجع يمارس حياته زي ما قبل ما يفقد اسنانه. طبعا ثالث حاجه ان المريض كمان بعدم وجود الاسنان والضروس بتاعته في الفك بيعاني من حاجات كتير. الفيديو اللي معانا ده بيوضح لنا الماتيريال اهو وهي بره. اوكي ده البيز بتاعتنا اللي هي عليها الاسنان، ووريكي شكل الفايبر سبيك اللي احنا القاعده اللي ماشيك عليها. ايه هنا ده اماكن الزرعات اللي موجوده في الفك اللي هتثبت عليها التركيبه بتاعتنا، بتبقى ثابته والمريض لا بيشيلها ولا بيحطها وبياكل ويشرب عليها. وكمان خلي كمان البيك دوت او القاعده البيز ده بيقفل كويس جدا تحت الاسنان، عشان بيحصل مشاكل بعد كده مع المرضى لما بتعمل تركيبات يقول لك التركيبات بتخزن اكل، فحته عدم تخزين الاكل ان احنا البيك ده منعت لنا تخزين الاكل. رح نحكي ايضا عن هي النقطه ضمن الفقره دكتور، ولكن بسم الله ما شاء الله نتيجه تطور العلم نسب نجاح زراعه اسنان صارت عاليه كثير، وايضا طرق التشخيص لحتى نعرف هل هالحاله بيناسبها انه نعمل لها زراعه ولا لا، ايضا صار في عنا طرق حديثه سهلت علينا المشوار. خبرنا دكتور عن طرق التشخيص وشو هو الجديد فيها. تمام، زي ما احنا عندنا جديد في الماتيريال وفي اساليب العلاج، برضو عشان نتطرق لموضوع ان احنا نتجاوز موضوع الفشل بتاع الزراعه. دلوقتي انا المريض لما بيجي عندي يقول لي انا عايز ازرع، بنكشف عليه كلينيكال عادي جدا في العياده وكل حاجه، لكن من احدى الخطوات بتاعتنا او احدى الحاجات اللي احنا لازم نتاكد ان المريض ده خلاص هيدخل وهيعمل زراعه وان شاء الله هياخد سكسس ريت بتاعه كويس، ان احنا بنعمل حاجه اسمها تشخيص 3 دي او 4 دي كمان دلوقتي. أوكي. بقى من 4 دي. ال 4 دي ده يعني ان ايه؟ ان انا هجيب المكان اللي انا هزرع فيه زي ما هو وضح معايا في الصوره، بجيب فيه البون دينستي، ترتيب كثافه العظم عندي عامله ايه، تمام. ده حاجه. تاني حاجه ان انا بجيب طول وعرض العظم، يعني السكنس بتاعته قد ايه. ده بيسمح لي ايه بقى؟ بيسمح لي ان انا احدد السايز المناسب. بالظبط السايز المناسب ليا للزرع. كمان ان انا بتفادى الحاجات الفايتال ستراكشر زي الاعصاب، زي الحاجات اللي انا ممكن المسها لا قدر الله الدكتور وهو بيزرع فيعمل فيلير وفي نفس الوقت يسبب مشاكل ثانيه للمريض ويبتدي يخسر في حاجات تانية. فهنا بالأشعة دي أو بالفور دي دوت أنا هنا تجنبت مشكلة الفيلير أو فشل الزراعة، وفي نفس الوقت كمان حطيت المريض على اللاين الكويس للتريتمنت بتاعه أو لعلاجه. دي أول صورة معانا هنا، مثلا المريض عايز يزرع في المكانين دولت هو فاقدهم. أوكي. فبيزمح بيطلع لنا طول وعرض العظم. الصورة التانية دي برضو اللي معانا بنبين لنا المكان اللي هنزرعه، بنقطعه شرايح فبشوف سمك العظم بتاعي في كل مكان قد ايه بالظبط، كلها هي معادله بتصب في الاخر خالص لمصلحه المريض. ودكتور الاهم من هيك كمان انه الوقت صار كثير قدرانين نختصر الوقت على المريض ونعطيه نتائج رائعه بفتره كثير قصيره. خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. ما هو بالظبط انت دلوقتي لما تعملي كل الفاسيلتيز دي كلها وتشخصي صح وتاخدي مقاساتك صح والمريض هيدخل خلاص هيفتح بقه عارف انت هتعملي له ايه. احنا دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها سيرجيكال جايد، يعني المرشد بتاعي في الجراحه. لما بعمل الاشعه الفور دي دي انا لا انا خلاص انا داخل انا عارف انا هعمل ايه. كمان تاني حاجه ان انت دلوقتي الموضوع ما بقاش زي زمان، كان يقول لك انا داخل اعمل جراحه. كلمه جراحه دي بالنسبه للمريض كلمه كبيره جدا، خاصه الاسنان دكتور. بالظبط انا كده انا داخل هعمل حاجه، يعني لا ده انا هنعملها في مستشفى ولا هنا. يعني حتى انا عايز اقول لك حاجه، في مرضى بتيجي يقول لك طب انا هزرع، انا هزرع هنا في العياده او في المركز ولا هزرع في المستشفى؟ لا الموضوع ما بقاش زي زمان خالص، انت هتخش هم 7-8 دقائق اتفضل حضرتك انت خلاص خلصت الزراعه عندي.
طب دكتور امتى بتبلش مرحله التشافي او المريض بيحس انه هدول الاسنان طبيعيه وقدران انه هي ياكل عليهم براحته؟ لو في عنده جاز بالاسنان ممكن ما تاثر عليه، احكي لنا قديش بتكون فتره التشافي بعد الزراعه؟ حلو. احنا دلوقتي المريض جه خلاص وزرع وجه بعد فتره الالتئام بتاعته وبعد كده جه وهنحمل على الزرعات بتاعتنا وحملنا له تمام خالص. هو طبعا لو عنده موضوع البروكسيزما او جاز على الاسنان والحاجات دي كلها بتبان عندنا واحنا بنكشف عليه لو هو عنده اي باد هابت بالظبط. ده كله ده بيتم في الدياجنوزس في الاول وبنسجله عندنا كريفرنس ليه، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل له الكراون بتاعه على الزرعه او التركيبه بتاعته نبقى عارفين ده فنتجنبه بطريقه استخدام ماتيريال مناسبه ليه ان احنا نقدر ان احنا نعالج الموضوع. كمان ان كل حاجه، كل باد هابتس او كل عاده سيئه هو المريض بيعملها بيكون ليها الحل بتاعها اللي بنقدر ان احنا نتجنب كل الحاجات دي انها تاثر على الزراعه بتاعتي. حته بقى ان المريض هو ازاي بيمارس حياته، اصلا عايز اقول لك وانس ان المريض حط ضرس مكان الضرس اللي فقده احساسه هيرجع طبيعي جدا، وخصوصا كمان لو ما كانتش وظيفه اكل، وظيفه كمان استاتكس، شكل جمالي زي ما شفنا في الحاله اللي معانا. لا الشكل الجمالي بيفرق جدا مع المريض طبعا، ثقه 50-70%. طبعا يمكن انا عايز اقول لك بس عم نحكي عن شكل، عم نحكي عن وظيفه، يعني كثير سهلنا حياه المريض. هو الشكل هو الوظيفه.